بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز سالم أثناء المشي لاحظ رمي زقاق، رمي بقايا يعني أطعمة إلى آخره، ما هي نصيحتك مثل هؤلاء؟ والله نصيحتي مثل هؤلاء، مثل ما ينظروا على نظافة بيوتهم نفس ينظروا على نظافة الأماكن العامة. نعم، وخاصية البقايا، شركات اللي ترمي الفضلات مالها أو الأغراض البالية. نعم، ففي مرادم موجودة في أماكن مخصصة لهذه الأغراض. نعم، ما في الوديان أو في سفوح الجبال وكذا. ما أبرز الأضرار التي تخلفها مثل هذه الأشياء؟ هذه الأضرار تأثر على المواشي. نعم، وعلى الإنسان وعلى الطبيعة، روائح بقى روائح فعلا. نعم، جزاك الله خير، بارك الله في جميعا. حسنت.